قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 7 أشخاص، 3 مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنغلاديشية ومقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان بحوزتهم أكثر من 1,200,000 قرص من مادة الانفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية في إسراحة بمحافظة المزاحمية. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.